بالحديث عن الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي وتداعيات المستمرة لحل الجيش منذ عام 2003 على العراق والمنطقة، معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، السلام عليكم. نتساءل في البداية، لماذا تأثر العراق بهذا الشكل غير المسبوق بقرار حل الجيش رغم مرور أكثر من 20 سنة على الاحتلال؟ وعليكم السلام أخي الكريم، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة الرافدين الأكارم. حقيقة العراق كان من ضمن أركان أمنه واستقراره وحفظ سيادته هو الجيش العراقي، لأنه كان جيشا مبنيا على العقيدة والأسس الصحيحة على الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسيادته، وقد كان حافظا وأمينا على البوابة الشرقية للأمة. دخل في حرب 8 سنوات ضد الأطماع الإيرانية، ولما تيقن الغرب وأمريكا والكيان الصهيوني أن الجيش العراقي هو الركن الأساسي في حفظ أمن الأمة العربية، عمد بكل جهده على إنهائه بالتعاون مع أعداء العراق أولا، وللأسف مع جيران العراق ومع من يوصفون بأنهم أصدقاء للعراق، ممن تعاون جهلا أو عمدا أو عدم خبرة للأسف، كلهم تعاونوا على تدمير العراق وتدمير جيش العراق بحجج كثيرة كانت العامل الأساسي فيها هو أمريكا. عندما تم احتلال العراق من قبل أمريكا و33 دولة، تم تسليم العراق لإيران لتكمل إيران مشروع تدمير العراق المتفق عليه، فتم الاتفاق على استبدال الجيش العراقي صاحب الخبرة صاحب القوة صاحب المهنية بميليشيات طائفية، ودمج عناصر من هنا وهناك ممن يحسبون على الرتب العسكرية السابقة، للإيهام بأن هذا الجيش الذي أسس من ميليشيات هو جيش عراقي، ولكن الحقيقة هي هذه العناصر ميليشيات طائفية موالية لإيران وتعمل ضمن المشروع الإيراني، وعناصر أخرى هي موالية لأمريكا وتعمل وفق التوجهات الأمريكية. ورأينا كيف ارتكب هذا الجيش جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب العراقي، إلى الآن تداعياتها لم تتوقف. هناك شواهد في الموصل وفي الفلوجة وفي صلاح الدين وفي جرف الصخر وكثيرة، وللأسف هذا ما وصل إليه العراق هذه النقطة التي وصل إليها العراق. الكثير يتساءل ويقول، هل هذه النقطة التي وصل إليها العراق هي النقطة المطلوبة وهو الهدف من احتلال العراق؟ كما تعلمون وكما يعني يقول التاريخ أن الجيش العراقي يقاتل دفاعا عن العراق والعراقيين 8 سنوات ضد العدو الإيراني، وما جرى الآن في العراق بعد مرور 20 سنة من الاحتلال هو تسيد ميليشيات قادتها يدعون الاحتفال بتأسيس هذا الجيش، قادة الميليشيات الذين حاربوا ضمن صفوف الجيش الإيراني إبان الحرب. هل هذا فشل بفشل الأحزاب الحاكمة منذ عام 2003 بإنتاج جيش وطني، أم هو أمر يعتبر هدفا من أهداف الاحتلال عام 2003 الاحتلال الأمريكي؟ بلا شك هو الجيش الأمريكي عندما والاحتلال الأمريكي عندما غزا العراق كان أول قراراته هو حل الجيش العراقي السابق، بمعنى أنه لا يريد جيشا قويا ذات مهنية وذات جيش له عقيدة في الدفاع عن العراق وأمن العراق. هذه الاحتلال الأمريكي أعطى هذه المهمة إلى الأحزاب التي جاءت معه، جاءت على ظهر الدبابة الأمريكية، فهم متفقون على تدمير الجيش العراقي والإتيان بعناصر تعمل وفق المخطط الإيراني والأمريكي، وصار الجيش عبارة عن مجاميع مسلحة تدعم بالولاء لأحزاب متعددة، وبالتالي تصب بصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني، لأن هذه الأحزاب هي بالأصل من جاء بها الاحتلال، وهي بالأصل تدعم بالولاء المطلق لإيران ولأمريكا. طيب دكتور، كيف تأثر محيط العراق العربي؟ يعني بالتأكيد هناك تأثير كبير بسبب حل الجيش العراقي، لا سيما القضية الفلسطينية هنا بين قوسين بغياب الجيش الوطني العراقي عن الساحة.
حقيقة عند غياب الجيش العراقي عن الساحة وعند عندما احتلت أمريكا العراق وسقوط العراق بيد الاحتلال الأمريكي أصبحت البلدان العربية متاحة أمام إيران. نحن قلنا أن العراق كان حامل بوابة الشرقية، إيران الآن تتمدد في اليمن، تتمدد ونفوذها في سوريا وفي لبنان، والعراق أصبح محتل تماما من قبل إيران. أما القضية الفلسطينية كانت قبل احتلال العراق وإنهاء جيشه القضية الأولى عند الدول العربية خصوصا، وحتى لو كان ظاهرا فقط لأنه كان من المعيب والمخزي على أي شخص مهما كان أن يتهاون حتى ولو بالكلمة مع الاحتلال الصهيوني، ولكن بعد احتلال العراق وللأسف أصبح المنافقون والعملاء يظهرون بوجوههم القبيحة وينزعون القناع الذي كان يرتدونه ويعلنون التعاون مع الكيان الصهيوني. للأسف بعد غياب الجيش العراقي كان أحد الجهات التي تهدد الكيان الصهيوني ويخشاها الكيان الصهيوني ويخشاها حتى بعض الدول المجاورة للعراق، تخشى أن يكون العراق هو صاحب الموقف الأول وأن تنضم الجيوش العربية للعراق، لأنه كان هو من ضمن الجيوش التي كان لها موقفا مشرفا في الدفاع عن قضايا الأمة وخصوصا قضية فلسطين. نعم، المتابع للشأن العراقي والمتابع لما يجري دكتور ثامر، العراقيون طبعا لم يتفاعلوا مع محاولات الميليشيات استهداف القواعد الأمريكية بدعوى دعم غزة. على ما يبدو الكثير من المراقبين يقولون إن صورة الجيش العراقي السابق لا تزال حاضرة في أذهان العراقيين، والعراقيون يعلمون مدى ولاء الميليشيات الموجودة الحاكمة والمتسلطة في العراق والمتهمة بالفساد والمتهمة بإدخال المخدرات إلى العراقيين والمتهمة بقتل الصوت الحر عبر التظاهرات المطالبة بالتغيير والمطالبة بالكرامة في بان ثورة تشرين عام 2019. هل هذا يعني أن العراقيين يعني على اعتقاد تام وإيمان تام بأن هذه الميليشيات ولاؤها لإيران لذلك لم يتفاعلوا؟ حقيقة العراقيون الآن يصبحون يعلمون أن من جاء بهذه الميليشيات وسلمها السلطة في العراق ومن يتحكم بها وبخيرات العراق جاءت بهم أمريكا وإيران، وهي من جمعت هذه الميليشيات من أشتات الأرض وأعطتهم السلطة والقوة، بل هي من تحكم هذه الميليشيات وهي من تدعمها ودعمتها خلال 20 سنة الماضية. فلا يمكن أن يكون هؤلاء ممن تعاون مع المحتل ضد بلده وضد جيشه وضد خيراته أن يدعي أنه يدافع عن فلسطين وعن فلسطين. ما يحصل من استهداف من بعض عناصر هذه الميليشيات هو بسبب المكاسب التي منعوا منها، وعندما يتجاوزون الخطوط الحمراء التي وضعتها أمريكا لهم بالاتفاق معهم تضربهم أمريكا كرسائل، تضرب عناصر، فهناك تخادم بين الطرفين، بين أمريكا من جهة وبين إيران العامل الرئيسي المحرك لهذه الميليشيات. فكلما تدعي هذه الميليشيات أنها داعمة لفلسطين كله كذب وزور، لأن العراقيين يعلمون أن من قتل الفلسطينيين في العراق ومن هجرهم من ديارهم وقتل مئات الفلسطينيين في العراق هي هذه الميليشيات التي تدعي الآن أنها مقاومة وأنها ضد الاحتلال الأمريكي، وهي من جاءت بالاحتلال الأمريكي وهي من ضربت العراقيين وقالت وقاتلت مع الاحتلال مع إيران ضد العراق وشعب العراق وجيش العراق. فلا يمكن للعراقيين أن يثقوا بهذه الميليشيات أو أن يصدقوا ادعاءاتها الكاذبة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.